السلام عليكم. شوي صوفي إلهام، volunteer في شباب رحمة. مرحبا بكم. اليوم حنقول لكم كومون سا مارش في الجمعية تاعنا. الوغ شباب رحمة هي جمعية خيرية فيها متطوعين ما شاء الله، يعني يجوا ناس من برا ويحبوا يكونوا متطوعين معنا. اليوم رانا نوجدوا فطور رمضان. هذا الفطور يعني فيه امبيونس مع ليكيب تاع شباب الرحمه، يعني سانسيرمون ما شاء الله نحسوا روحنا كما شغل خاوه. لو بي تاعنا يعني مادا بينا حنايا نشوفوا الناس فرحانين، مادا بينا نشوفوا الناس اللي محتاجه لي بيزوان تاعهم اي تو، نديروا لهم واش هم حابين. جاست لايك يو سي ذير فيسز هابي سبيشال كيدز. مين داك تكون تقول عندي لا بريسيون جو سي با اسكو اليوم نروح ولا لا، مي حتى تلقى روحك هنايا ولا غير نبداو هنايا باش نروحوا لديارنا باش نديروا الافطار يعني العائله تاعنا. كيما نقولوا هذه العائله الاولى اللي صح رانا نشوفوهم محتاجين اكثر من اللي محتاجين في الدار، الوغ نبداو بهم هما قبل باش نروحوا لديارنا. نخدموا لا بلوبار تاعنا حنايا لي جون في هنايا اللي نجيو نطيبوا خدامين، الوغ نخدموا ونجيو نعاونوهم هنايا ابخي نروحوا لديارنا والحمد لله كيما قلت لك القدره من عند الله. لو في باسكو يا دي جون مساكين يزون با او مونجي او مون اون سيغ ا كيلكو شوز دونك في رمضان سا ترافاي با او مون نخدموا اون فا سيرفيغ ا كيلكو شوز. الانسان شوف تبدا نهار يجبدك يكون عندك لهف مكتئج رمضان باش تجي تعاونهم وتطيب لهم. اليوم انا مع شباب رحمه جمعيتنا اللي تاسست صافي 10 سنين من دوك، انا جينا نعاونو في الفطور عابر سبيل. نجو البكري نتلاقاو ليكيب كامل هنايا، كل وحده واش دير، كاين اللي يطبخ كاين اللي ينقي كاين اللي يغسل. لو منو عندنا وجبات محضره من قبل حنايا نتبعوا عليها سيدي ليست كل نهار واش لازم نديرو، لازم عندنا شغل ان اوبجيكتيف لا ليست كاينه القضيان يجيبوا لنا على حساب لي ليست ونديروا هذاك الوجبه تاع هذاك النهار. هي احنا نبداو قبل رمضان بايام، نبداو قبل رمضان نبداو نوجدوا في الحاله، لازم نلقاو اون دروا وين نديروا مطعم. كما هنايا الحمد لله لقينا صالة هادية انسان قلنا رواحو الحمد لله. نبداو القضيه نتاعنا وياما تاع رمضان توجور نبداو مع صباح يجوا البنات ويجي الكويزيني اللي يطيب، البنات يجوا يوجدوا الخضره يقطعوا الخضره يقشروا والكويزيني يطيب، من بعد حنا نجوا مع العشيه نسقموا الحاله الطوابل وكذا منا ونزيدوا نسربوا. الأيامات الأولى نحضروا 150 وجبة ومن بعد نبداو نزيدوا، كل ما نزيدوا ندخلوا في رمضان مليح نتغمقوا فيه نزيدوا نلحقوا حتى 320-350. والله الحمد لله مازال كاين الخير، كاين بزاف ناس اللي تتبرع كل واحد فاش يتبرع. عمي عمر كثر خير يعطيه صحة مول الصالة تاع دار البهجة، هو اللي ساهم عطانا الصالة هذه وكثر خير يعطيه صحة.